طبعا لا يمكنني اطلاقا ان اتحدث عن اللوجو الجديد او البديل لمدينة اكادير من زاوية فنية، لان ثقافتي الفنية في هذا المجال محدودة للغاية. ولكن السؤال الوجيه الذي يجب ان اطرحه ليس فقط بالنسبة للوجو، وإنما بالنسبة لكثير من المبادرات التي أقبل عليها المجلس أو أغلبيته، هو هل يمكن اعتبار ذلك أولوية من أولويات التنمية المحلية في زمن كورونا؟ ألا يمكن اعتبار ذلك تبذيرا للمال العام وقرارا لا مبرر له في الواقع؟ لأن اللوجو القديم لا يهم من رسمه، من وضعه، من تصوره، وإنما المهم أنه كان نتاج نقاش فكري ومجهود علمي وأدبي. وبالتالي لا أرى شخصيا كيف يمكن استعادته أو استبدال لوجو بآخر في زمن كورونا. هذا هو الأساسي بالنسبة لي. السلام عليكم كاملين، جيت اليوم باش نقول لكم بان اللوغو ديال مدينه اكادير لا ينطبق على الهويه الامازيغيه ديال مدينه اكادير، مع العلم انني ما عندي حتى شي علاقه بالمدينه، ولكن انا مغربيه، غير هو كضربني النفس على هذه المدينه الجميله. وكنظن بان هذا ماشي هو الوقت باش نهضروا على اللوغو ولا نديروا لوغو، بويسكو عندنا بزاف المشاكل خاصنا نهضروا عليها، ومنها المشكل اللي طايح فيه دابا القطاع السياحي اللي خاصنا نلقاو ليه الحلول. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم حسام قوينه، مواطن اكاديري، كنعيش مدينه اكادير. في هذه الاونه الاخيره تفاجات كيفما انا وبحال مجموعه ديال الاخوان المواطنين ديال اكادير والسكنه ديال اكادير بالتغيير ديال الشعار او اللوغو ديال مدينه اكادير من القديم لواحد اخر جديد. التغيير ربما في رايي انه ماشي وقته هذه، لانه كاين اولويات ضروري انه تكون متابعه، لانه كاين مجموعه ديال المشاريع على مستوى المدينه اللي خصها تعطاها الاولويه. اللوغو حسب المعلومات اللي عندي انا فكنت تعطاتو دارت ليه ماليه او منحه ماليه كبيره اللي تقدر انها تستفيد منها على مستوى المدينه في مجموعه ديال المجالات اخرى. بالنسبه للوغو فعلى حسب ما يراج في الكواليس او في مدينه اكادير، فتكلفت به هي شركه التنميه المحليه في غياب تام عن المجلس البلدي. انا كنطرح واحد السؤال، واش المجلس البلدي في خبره هذا الشيء او لا؟ واش غيصادق عليه او لا؟ ربما الايام المقبله هي اللي غادي تجاوب على هذا السؤال هذا. حنا بالنسبه لنا في سكنه اكادير فاللوغو ماشي وقته هذا، او تغيير الشعار ماشي وقته هذا، كاين اولويات خصها تعطاها حقها. وكنتمنى ان المسؤولين انهم مره يتصنتوا للشارع وشنو كيقول وشنو كيراج، باش ما يبقاوش يتخذوا قرارات اللي حنا كنعتبروها قرارات عشوائيه او ارتجاليه. وشكرا. بطبيعة الحال باعتباري مواطن من الساكنة ديال أكادير، أنا بدوري كذلك تفاجأت وانخرط في ديك الحملة اللي كانت على اللوغو ديال أكادير، اللي من ناحية الهوياتية ومن ناحية يعني المجالية والجغرافية لا تمثل أكادير لا من قريب ولا من بعيد، زائد أنه اللوغو جا في ظرفية استثنائية اللي الكل يجب أن يكون مجندا من أجل الإنقاذ الاجتماعي والإنقاذ الصحي. المسؤولين بينوا لنا وبرهنوا هذه بطبيعة الحال ماشي شي حاجة جديدة عليهم في أكادير على مدى 5 سنوات، وأكادير تعيش الحضيض وتعيش المعاناة المختلفة المشارب والألوان، واليوم تزيدوا يأكدوا بأنهم بعيدين عنهم هم المواطنين. اليوم إذا كانت شي ميزانيات غادي تخصص ولا شي اهتمام ولا شي تركيز ديال السياسة خصها تمشي للجانب الاقتصادي، خصها تمشي للجانب الاجتماعي، ومشينا لصراعات جانبية لا تغني ولا تقدم ولا تسمن من جوع ولا لا تقف على المشاكل الكبرى التي يعاني منها أكادير. السلام عليكم، انا طارق من سكنة أكادير. كنعطي الراي ديالي بالنسبه للوغو الجديد اللي دارته الجماعه. انا كنعتبره في حد ذاته يعني لوغو يعني بحال كوبي كولي، نقولوا كوبي كولي، يعني كتشد لوغو من حاجه بلاصه اخرى وكدير عليه بعض التعديلات. وكنستثنيو ان كاينين عندنا شركات محليه يقدروا، عندنا شباب، عندنا طاقات يقدروا يديروا اكثر من داك اللوغو. وهذاك اللوغو بعيد، انا كانت تيبان لي على شكل هرم يعني، وما عنده حتى شي علاقه لا مع الهويه الامازيغيه ولا العربيه في حد ذاتها. يعني
اللي خصنا نقولوا ان اكادير يعني كتحب اش بغيت نقول ان اكادير ان الجماعه ديال اكادير كتدخل حتى من اللوغو داروه بشكل اعتباطي نعتبروه بشكل اعتباطي وما احترمش المعايير ديال دفتر التحملات لان خصهم هما ياخذوا بعين الاعتبار ياخذوا ثلاثه الشركات او موان ما تجيب شركه وحده تكون داخله في اللوبي ديال جماعه اكادير وتعطيها واحد باش قاد واحد الشعار يعني ودير كوبي كولي هذا في حد ذاته يعني ما يعني حرمات الناس منطقة ديال اكادير الناس الساكنين ديال اكادير حرماتهم ويعني بلا ما ندخلوا في حسابات سياسيه انا كنعتبر ذاك اللوغو بعيد عن الهويه الامازيغيه والهويه العربيه في حد ذاته. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.